السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة الشعب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بالضبط مدينة سالة، منزل البطل المغربي مصطفى العبد اللهوي، اللاعب المغربي والبطل المغربي في الجيدو. مصطفى عنده عدة مستجدات، خصوصا من بعد ما تم الإقصاء دياله من بطولة إفريقيا، عنده بعض المعطيات الجديدة اللي بغى يوصلها لخوته المغاربة عبر قناة الشعب، قناة شوف تي في. غادي نستمعوا للأخ مصطفى. خويا مصطفى أهلا وسهلا ومرحبا بك على قناة الشعب. الرحمن الرحيم، معكم مصطفى عبد اللهوي، بطل المغرب في رياضة الجيدو، 16 مرة بطل المغرب، 16 مرة بطل المغرب، جوج ميداليات اوبن انترناسيونال، 6 ميداليات بطولة عربية، 5 في باكو، وثلاثة الميداليات الذهبية سنة 2024، ثلاثة ديال الذهبيات. اليوم جيت نهضر على الحق ديالي، خاص كنت خصوص هضرت على الحق ديالي ديال بطولة افريقيا اللي كان عندي فيها الاقصاء، واليوم عاوتاني كان الاقصاء ديالي في اوبن انترناسيونال اللي كان في مراكش، اللي تلعب اليوم، وشاركوا في الميزان خمسة ديال الدراري اللي انا ربحهم، خمسة ديال المغاربة اللي شاركوا وانا ربحهم. تنتفاجأ ما كانت استدعى لا لي ستاج، ما كانت استدعى لا في لي كومبيتيسيون، ما كاين سالير، ما كاين حتى شي حاجة. انا بغيت نعرف واش رئيس الجامعة شفيق الكتاني الدكتور، واش الجامعة مكتوبة بالسمية ديالو؟ ما عرفتش. واش الجامعة كاتبة بسميتو؟ واخا انت كبطل عالمي كبطل مغربي في رياضة الجيدو، عاودينا خويا مصطفى من بعد ما تم الإقصاء ديالك وتم لعب اختيار شخص آخر، فين وصلت ديك التورنوا الأولانية ديال بطولة إفريقيا؟ بطولة إفريقيا داك اللي اختاروه بلاصي، اللي ما لعبش بطولة المغرب، اللي اختاروه بلاصي، خسر مع الخصم الجزائري، اللي خسر مع الخصم اللي ربحوا انايا، واليوم عاوتاني تلعبت واحد الاوبن انترناسيونال في مراكش، تلعب في مراكش في المغرب، اوبن دير فيه انا جوج مرات جوج ميداليات دير فيه، هذا الاوبن هذا دير فيه جوج ميداليات، لعبوا خمسه ديال الناس في الميزان ديالي وكلهم خسروا في الدور الاول، كل شيء خسر. بمعنى انا رئيس الجامعه حرمني من الكاليفيكاسيون ديال لي زولمبيك، حرمني الكره، دابا انا كره تندبز على الكوطه، كرة دابا انا كندبز على الكوطه، كرة دابا انايا كندبز على الكوطه، مني حقرني الله ياخذ فيه الحق، وعيطت له في التليفون وقطع عليا التليفون. وخا مصطفى من بعد المغاربه كانوا يشافوا الخارجيه ديالك الاعلاميه اللي كتفضح فيها الواقع ديال الجامعه، جرى قلت له ظلمني حقرني ضيع، وتا شي واحد ما دافي، وتا واحد ما عيط ليا، تا شي واحد ما عيط لي، وتا واحد ما دا فيا، وتا واحد ما تسوق ليا. علاش؟ خاص بك صاحبي، خاص بك صاحبي، وعارفني انا بلي عارفني غادي ندير ميداليه الرئيس، عارفني بلي غادي ندير ميداليه، خاص انا با ما سميتوش فلان، امي ما سميتهاش فلان. واخا القاعده اللي كنعرفو حنايا كمغاربه ان اي بطل يكون الرتبه ديالو هو الاول، هو اللي كنعتمدو عليه وكنحطو عليه الرهان من اجل نجيبو العز للبلاد ديالنا. واش هاد الناس بهذا التصرف ديالها مش كيبان لك كيجيبوا العز، ولا كاين شي خلفيات وحده اخرى اللي تقدر تكون من وراها اجنده تعاوديه شي حاجه بحال هكا؟ خويا شوف، الجامعه ديال الجيدو، الجامعه ديال الجيدو فيها فساد، كاين الفساد في الجامعه ديال الجيدو. كيفاش لا يعقل اخويا؟ اسمعني انا كنقولها قدام الجميع، قدام الناس، انا هادشي بغيت سيدنا يعرفوا، بغيت سيدنا يفتح تحقيق في هادشي. كيفاش لا يعقل واحد كان تيتخلص جوج المليون، كان خرج واحد المنحة سيدنا في 2009 خرجها عطاها الملك،
وكانوا راهم اعضاء في الجامعه دابا كانوا كياخذوا من الناس السنه في ريم عند لي زاتليت عطينا اليوم كنت نخطيو قدام الناس ونقدر نقول لهم انا مزيان انت مزيان مي حتى فاش غادي تموت شنو غادي تقول لي خلقك شنو غادي تقول انت ما غاديش تقول له راه كلشي غادي تجي هذا ديال الدر ديال واحد الدري كان حتى هو كان معانا في ليكيب كان معانا في ليكيب حتى هو تقصى كان واحد المنحه خرجها سيدنا في 2009 كان عطاها ديال 2 مليون وكانوا مدربين دابا اعضاء في الجامعه اعضاء في الجامعه كانوا كياخذوا منا 60000 ريال اللي كانوا كياخذوا منا والرئيس سيحاسب به مصطفى عبد اللهوي هو اعضاء في الجامعه والرئيس ما بغاش يحاسبهم اعضاء في الجامعه والرئيس ما بغاش يحاسبهم اعضاء وما بغاش يحاسبهم علاش ما كيحاسبهمش علاش ما يتمش فتح ما يحاسبهمش خاص يصوتوا عليه خاص ملي كتجي الانتخابات كيصوتوا عليه ملي كتجي الانتخابات كيصوتوا عليه ما خصوش يدير معاهم فالطه خاص عارفهم هما ودين من هذاك الشيء من الملحه وانا كنطالب من سيدنا الله ينصرو يفتح تحقيق في هذا الشيء هذا اللي كنقول انا ربحهم ويديروا لي معاهم بلي سيليكسيون ربحهم ايه هذا العام ويديروا معايا بلي سيليكسيون وربحهم هذا تحدي او لا اعلان عن تحدي على لا ماشي انك تقدر دير معاهم شي مباراه ندير معاهم مباراه وربحهم وقدام الجامع رجعوا القضيه ديال الشاب الاولاني اللي اختاروه في البلاصه ديال اللي تقابل مع ذاك الجزائري عاود المغاربه على هذه القصه انا كنت درت بطل المغرب عيط لي المدير التقني قال لي راك غادي راه جايين بزاف ديال الالعاب غادي تلعبهم صايب الباسبور كانوا باسبور المغرب في بطوله افريقيا علاش بوك صاحبي رئيس الجامعه وعيط لواحد عنده باسبور احمر مصطفى عبد اللهوي عنده باسبور خضر ما عليناش هضرت على حقي خرجت الاعلام حتى واحد ما تسوق ليا حتى واحد ما داها فيا صافي تلقى راسي تقصيت مشى هو البطوله الافريقيه شارك في بطوله افريقيا خسر في الدور الاول تروبي شارجا وعاود خسر بمعنى رئيس الجامعه كيحرم ميداليه من المغرب نقدروا نقولوا ان عندهم مشاكل تقنيه ما كيعرفوش عليك من كل احترام سيد الرئيس انت لا كنت يا سيد الرئيس سمعني هذه الكلمه نقولها قدام الجميع انت لا كنت دكتور بروفيسور شفيقك الثاني الا كنت دكتور رياضه الجيدو بعيده عليك كل في الكل رياضه الجيدو بعيده عليك انا راه 16 مره بطل المغرب سيد الرئيس كيفاش انت ما كتحش بيا قضيه الملحه ديالك كنتي قلتي لنا على قناه الشعب انهم كيعطوك 800 درهم صيفطوا لي 16000 ريال ما عاودوش صيفطوا لي عليها من غير ما هضرت معاكم قلت لكم صيفطوا 16000 ريال ما بقاوش يصيفطوها قطعوا عليك حتى المصاريف ديال التغذيه ديالك قطعوا لي كل شيء بطل بدون غذاء بدون عشاء بطل بدون صالير بدون دعم بدون حتى شي حاجه بحال الزيت الرايه ديال المغرب الزيت اللي حرقوا ولادهم هربوا منهم رؤاس عصاب ومنهم مدربين كيفاش هربوا واش كيمشيو يلعبوا تورنوات خارج البلاد ومن بعد كيحرقوا كيبقاو في الماء هربوا ولادهم شحال من واحد هما مسؤولين في وسط الجامعه شحال من واحد هربوا رئيس الجامعه ما حاسبهمش وهم دابا اعضاء في الجامعه ومدربين في ليكيب ناسيونال كتحمل مسؤوليه هذا الكلام كنتحمل المسؤوليه ديالها كنت معاهم وسط الدار بالله الفساد كيف هاد الجامعه راهم ولادهم هاربين لبرا كلهم محروقه لهم الفيزا ودابا راهم اعضاء في الجامعه علاش طالع لك الدم؟ وميتسالي عاد نسمي لك السميات ديالهم اخويا علاش طالع لك الدم اكثر من القياس؟ واش كتحس بالحقره السي مصطفى؟ كنحس بالحقره خاصني نبغي كنصلي الصبح ملي كنمشي نصلي في الجامع كنسجد
اول واحد تنجبدو هو انت في الصلاه كامله كنبقى ما بغي ما بغيت ربي. شوف بغيت ربي يخلي لي والديا، ولكن حاجه اللي امنيه ديالي هي ربي ياخذ فيك الحق، ربي ياخذ فيك الحق. علاش خاص انايا انا يو انا يو انا يو ولد الله سبحانه وتعالى. عندك احلام؟ اه عندك احلام؟ اه عندي شوف الحلم ديالي الوحيد شنو هو؟ ربي يخطف رئيس الجامعه الحق اللي باقي فلوس فرانكوفون كيسال عليهم. هذا الاخ ديالك اللي دالي جو فرانكوفون، دالي جو فرانكوفون، وكان الملك عطاه منا وما خداش المنحه ديالو ديال لي جو فرانكوفون، ما خداهاش. انتوما كعائله ابطال في رياضه الجيدو، كلنا كلشي حنا الساد الخوت كلشي ابطال الجيدو. واش كتعرضوا للانتقام ولا تصفيه حسابات داخل الميدان الرياضي؟ ما عرفتش ما عرفتش، لان لا يعقل يوقع هذا الشيء ليك انت والاخ ديالك. وما هو السبب؟ كاين الفساد في الجامعه. كيفاش هي دابا اخويا يشرح لي هذه قدام الجامع قدام الناس قدام الشعب المغربي؟ كيفاش وحدين ولادو حرقوا لبرا، حرقوا لبرا وما حاسبهمش الرئيس ومخليهم اعضاء معاه؟ علاش؟ إيه باش يبقاو يصوتوا عليه باش في ميدان الانتخابات؟ اش خاص انت خالفتي القانون سيد الرئيس؟ كيفاش لا يعقل وحدين مهربين ولادهم، ولادهم هاربين لبرا، وكاينين مدربين معانا وكاينين اعضاء في الجامعه وكاين رؤاس العصبه، كيفاش وحدين ولادهم هاربين لبرا ومخليهم معاك تما في الجامعه؟ وانا اللي بطل كتحاربني؟ راك ما كتعرفش فهاد الجيدو هذا. انا نقول لك خاص انت من كل احترام، من كل احترام، انا ما كنعايرك ما كنسبك ما كنهدك ما كنديرك حتى حاجه، انت خصك تكون جيدو، خصك تكون بالماريس في جيدو باش تحس بيا، باش تحس ببطل وتحس من الصغير حتى الكبير. بالماريس ديالي انا مثلا ما تنحتقرش الدراري، الله يسهل على اي واحد ما كنحتقرش، ولكن البارماريس ديالي انا ماشي هو ديالهم هما، انا البارماريس ديالي ماشي هو ديالهم هما، انا البارماريس قلت لي واش عبد اللهوي وانت تقطع عليا اللي تحاول تحل. وكنشكر قايد مقاطعه باب المريصه، قايد مقاطعه باب المريصه كنشكرو، الله يرحم لك الوالدين. شنو اللي دار معك هذا القايد؟ لا دار بزاف مسكين كيشوفني القايد، الله يرحم ليه الوالدين فهاد النار اللي مسكين. انا كنبيع مطيشه والبنان تتعزم بحال هذيك النار، شافني بحال عينو بكات ليه مسكين، حرام شافني انا بطاقة نبيع مقدم جا مسكين هو مخزني مسكين بلا ما نسمي سميتو لا هو المقدم، اقسم بالله العلي العظيم. صفيق لك الثاني الدكتور، الله يجعل ربي ياخذ فيك الحق. اول حاجه كنشكر قناه شوف تيفي على الاستضافه الكبيره وعلى المجهودات اللي داروا معايا مساكن كبيره واعلام تاوما ديال المغرب، وكنشكر الدري هذا مسكين اللي ما خلى ما قصر من جهده مسكين، البكيه جاتو ماشي. راه كنبغي المغرب، كنبغي الشعب ديالي، وانا على ود هادشي هذا كندير هادشي، راه قلبي عامر، راه ما كنعش ما كنعش النعاس ما كنعسوش. علاش خاص ظلمني؟ خاص حقرني حقرني حقرني، ما عنديش القوه باش ندير معاه. انا كنطلب من سيدنا الله يسرو ويخليه علينا ويطول له في عمره، خذ لي حقي. قلت اسيدنا الله يسرك، انا راه كنحبك، انا راه كنبغيك، انا راه كنبغي الملك ديالي وكنبغي الشعب ديالي، راه كنبغي الملك ديالي، راه كنحب الملك ديالي. انا راه قيسني قيسني هنا وما تقيسش الملك ديالي وما تقيسش الرايه الوطنيه ديالي، راه كنحب الملك انايا، كنبغي الملك كنبغي البلاد، وانا كنطلب من الشعب المغربي يوقف معايا